أنا أجيت على لبنان ب 24/5/2011، يعني أول الأحداث بسوريا. جيت لأنه ما ضل الأمان بسوريا. أنا تطوعت لأنه كنت شوف كتير ناس أنه بتحسي ما في حدا سأل فيهم، يعني مثلا أطفال بالشارع، معاناة السوريين جوات الخيام. في شغلات بسيطة ما الكل بيوقف عندها، يعني عند حياة اللاجئين. كنت أنا أحب أن أوقف عند هاي الشغلات. أنا كمتطوعة بمرق على مثلاً المخيمات، بزور الخيم، أحياناً خيمة خيمة، يعني بيت بيت. أحياناً بنعمل تجمع وبنقعد عند لجنة أهل. بتحبوا التعليم؟ نعم. ورح تضلوا تتعلموا؟ ايه. رح تضلنا نروح على المدرسة الرسمية؟ برافو عليكم. كيف لقيتي تقبل الطلاب للمنهاج التدريسي بالمدارس؟ والله كثير انبسطوا، يعني عندي انا ولدين يدرسوا، وخاصة بنتي يعني تشوف الطلاب اللبنانية بيروحوا كثير تصير تبكي، يعني تقول انا ليش ما بتحطوني المدرسة، ومع انها كثير شاطرة يعني. من راحت على المدرسة انبسطت كثير. إيجابية كثير يعني. أكيد عندي أمل إنه دائماً أمر اللي عندهم يكونوا مبسوطين، ما يكون في مشاكل لا بالمدرسة ولا بالصحة ولا مع الأهل. ضروري تعطوا شوي من وقتكم للولد إنه تروح على المدرسة وتحكوا للمعلم إنه البنت عم تشكي من كذا كذا. أحلى شيء بشغلي إنه ما بضلني قاعدة بالبيت، بشوف مشاكل الناس، بشوف هموم الناس، بتهون علي مشكلتي. ضلوا روحوا على المدرسة لو في مشاكل، بس ضلوا روحوا وضلوا حابين تتعلموا، لازم تضلوا انتوا مصرين انه تتعلموا. إذا فيني شيء ساعدهم بنبسط، وأحياناً ما بيطلع بإيدي شيء بزعل عليه. نتمنى كمان يكون الوضع التدريسي يكون أحسن للأطفال، نتمنى أنه ما يضل أي مشكلة بالنسبة للطالب، حتى يضلوا دائماً يروحوا يجي على المدرسة بنفسية مرتاحة. النظر لبعيد بقلنا انه شغلتنا طويله شوي، انه ما حنرجع على سوريا لا بسنه ولا بسنتين. املنا انه يكون هالشي مو مزبوط، بحس انه كل امالنا السوريين تكسرت. انه اذا بكره اذا تعلمنا هلا انا يعني صفين ثلاثه بصير بكالوريا وهذا، يعني شلون بدنا التعليم مو بس كمان كرمال الشهاده، مشان هو كمان يثقف نفسه، يثقف ويعلم اولاده ويفيد اللي حواليه كلياتهم.